أنا موجودة مع الفريق في المؤسسة من سنة 96. حطينا تصور لبناء مشروع اقتصادي اجتماعي بياخد في الاعتبار فكر النمط التعاوني في الإنتاج، وبدأنا ننفذ المشروع دوت وهو اللي مسمى حاليا مشغل بشاير. لما ابتدينا نتعرف على مؤسسة الفنار كان دي فرصة لينا ان احنا ننمي واحد من البرامج المهمة بالنسبة لنا، وهي برنامج التعاونية الانتاجية، وكملنا في مرحلة اخرى لتنمية برنامج حديث في المؤسسة، وهو برنامج الحقوق الصحية للنساء والاطفال وغيرهم من أفراد الأسرة. في المرحلة الأولى في التعامل مع الفنار نفذنا مشروع للمشغل، كان الهدف منه تدريب عدد حوالي 100 سيدة والنمو بقدراتهم الإنتاجية بطريقة تخليهم يحصلوا على دخل ما يقلش عن 100 جنيه في الشهر. بالنسبة بدل إن أنا أطلع مثلا أشتغل 12 ساعة ولا كده ولا 10 ساعات برة وأسيب بيتي وعيالي، لأ، لكن أنا في البيت ودخله وخبرة وكأنه شغل برة بالظبط. كمان الخياطة برضو كويسة، يعني الواحد ممكن يبقى الخياطة دي استفاد منها في البيت. انا يعني احنا دلوقتي عندنا 375 مستفيدة من المشغل، و375 مستفيدة بيمثلوا حوالي تقريبا 350 أسرة. مشروع الدعم العيادات زاد عدد التخصصات اللي موجود في العيادات التخصصية، وزاد مستوى الخدمة اللي بيقدم، لأن عملنا تدريبات لفريق من المرشدات الصحيات. حضرت مجموعة من التدريبات في موضوعات مختلفة على 4 أو 5 دورات تقريبا. كان آخر الموضوعات دي عن مرض الإيدز، واللي يسبقه كان الأمراض المنقولة عن طريق الجنس، والتهابات الكبد الوبائي منها والحاجات دي. في الأول بنتعرف بالحالة اللي احنا رايحين لها ونشوف ايه هو نقطة اهتمامها، بناء على كلامنا معاها بنشوف ممكن يكون عندها مشكلة معينة هي عايزة تسأل فيها، ممكن يكون عندها مشكلة تانية هي ما عندهاش إدراك بيها أساسا. فبنبتدي نتكلم معاها في الموضوعات اللي تهمها في الأول، بحيث ان هي تحس يبقى في استجابة، وبيتم بقى بناء علاقة لأن بستفاد منهم، لأن هم يعني ايه يعني بيدوا النصيحة الصح، يعني مش أي كلام، وكمان معاملتهم كويسة. المؤسسة عندها توجه في الدمج بين المنطق الحقوقي وبين التنمية البشرية، يعني هي بتبقى كويسة من كل الحالات، يعني ثقافية وعلمية، شغل برضو كده، يعني مفيدة، أنا عارفة أقدر أعمل.